بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله يا شباب. الآن نأخذ لنا مثال تطبيقي على الريجينيريشن مع الريهيت. يعني آخر فيديو درسناه كان عن الريهيت. الآن بيعطيكم المؤلف اللي هو موران مسألة تجمع الريهيت مع الريجينيريشن. يقول لك reconsider example 9.4، لكن هذه المرة مع ريهيت إلى درجة حرارة 1400 كالفن، وحصل هذا الريهيت عند انترميديت بريشر مقداره 300 كيلو باسكال، بوريكم اياه بعد شويه. وايضا فيه ريجينيريشن الافكتفنس الخاص به 100%، وبقيه المعلومات مثل ما كانت في 9.4. انا سويت الرسمه هذه بالرغم ان المؤلف ما سواها، بس عشان اخليكم تتخيلون المساله ككل. عندنا الكمبريشن من 1 الى 2 كما كان في اكزامبل 9.4، اهو كمبريشن من 1 الى 2 أو بالأحرى isentropic compression من 1 إلى 2، درجة الحرارة هنا ب 300 كالفن، والبريشر المدخل هنا ب 100 كيلو باسكال. يخرج عندي الكمبرست اير at 1000 كيلو باسكال. قبل ما أوديه إلى الكمبستر أو إلى الكمبستن شامبر، أمرره في الريجنريتر أو الهيت اكسشينجر بحيث يأخذ له هيت من الاكزوست غازز القادمة من التيرباين. يسخن الكمبرست اير من 2 الى ان يصل الى نقطة اكس هنا اللي هي الريجنريتور اكزيت، ثم يدخل الى الكمبستر ياخذ له كمية من الهيت مقدارها كيو ان 1، فيسخن من بوينت اكس الى بوينت 3. هذه هي بوينت 3، درجة حرارتها 1400 كالفن، وعرفنا هذا الكلام من اكزامبل 9.4 حسب ما ذكر هو في رأس السؤال. بعدين يصير عندي الفيرست ايزنتروبيك اكسبانشن عبر التربينة الاولى من 3 الى نقطة A. هذا هو الجديد في المسألة حقت اليوم، انه قال لنا ان الريهيت يصل الى 1400 كالفن وعند ضغط 300 كيلو باسكال. ايش معنى الكلام ذا؟ معناته الكلام ذا اني I expand from 3 to A من 3 الى بريشر مقداره 300 كيلو باسكال، ثم اعيد التسخين الى ان يصل الى نفس درجة حرارة مدخل التيرباين الاول اللي هو 1400. اذا حصل التسخين عندي from point A الى point B، هذه هي وصلنا الى 1400 كالفن عند مدخل التربين الثاني. ايزنتروبيك اكسبانشن من B الى بوينت 4. بعدين الاكزوست غازز هذه نمررها على الكولد كومبرست اير هنا، فتنزل درجة حرارتها الى نقطة رقم 2 هنا بالضبط. اوكي، وبقول لكم ليش اخترت النقطة رقم 2 هنا لما نواصل في الحل. اوكي، هذا هو هي المسألة. طيب، ما هو سؤال المؤلف؟ قال لك أريد الثيرمال إفشنسي للدورة هذه ككل. طيب، الثيرمال إفشنسي كما تعودتنا وياكم هي النتورك على الكيو إن، لكن النتورك الآن سيساوي ماذا؟ سيساوي الورك من التربينة الأولى اللي هو H3 ناقص HA، زائد الورك من التربينة الثانية اللي هو HB ناقص H4، مطروح منه الورك of the compressor اللي هو H2 ماينس H1. هذا هو النتورك. والكيو إن ما هو؟ الكيو ان هي الهيت ادد من اكس الى 3 في الكمبستر رقم 1 اللي هو H3 ناقص HX، وايضا لا ننسى الهيت التي اضيفت في الكمبستر رقم 2 من نقطة A الى نقطة B اللي هو HB ناقص HA. هذا هي الصيغة، تمام؟ لاحظ ان المقام H3 ناقص HX زائد HB ناقص HA. ليش انا سويت هذه الفورمولا؟ حتى اكون على بصيرة واعرف ما هي الانثالبز التي ينبغي علي ان اوجدها. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. ستيت 1 درجة حرارتها 300، وكنا جبنا الانثالبي حقتها ب 300.19 كيلو جول بير كيلو جرام. اقرا ايضا البي ريلاتيف 1.386، لاني اعرف ان البروسيس هنا ايزنتروبيك كومبريشن من 1 الى 2، وبالتالي بستخدم الايزنتروبيك ريليشن هذه اللي قدامكم اجل الحصول على بي ريلاتيف 2 ات ستيت 2. B2 على B1 الكمبريشن ريشيو عبر الكمبريسور هنا ب 10، و BR1 ب 1.386، احصل على الرقم هذا. اذهب الى الجداول مباشرة واقرا او اسوي انتربوليشن واوجد ال H2 بالمقدار اللي انتم شايفينه. بعدين عندي عملية تسخين من 2 الى X. بوينت X هنا الستيت X عشان اجيبها اطبق الافكتفنس فورمولا التي تقول ان الافكتفنس واللي هو بواحد الان يساوي الريل هيت ترانسفير على الماكسيمم بوسيبل هيت ترانسفير. الريل هيت ترانسفير اللي هو HX ماينس H2.
على الماكسيمم بوسيبل هيت ترانسفير هو ايش؟ هو اتش 4 اللي هو درجة حرارة دخول الغازات الحارة ناقص درجة حرارة دخول الغازات الباردة هنا. اوكي، فحتلاحظ الان انه اتش اكس تساوي اتش 4. لماذا؟ لانه بما ان هذا بواحد، اوكي، ف اتش 2 حتتكنسل مع اتش 2، كان الريجنريتر هذا اصبح ايش؟ ريجنريتر مثالي، بحيث انه يوصل الغازات من 2 الى بوينت اكس هنا التي حرارتها بالضبط زي تي 4 هنا، والغازات الحارة هنا تبرد إلى أن تصل درجة حرارتها نفس درجة حرارة دخول الكمبرست اير هنا. طيب الحمد لله. طيب ما هي H4؟ حتجينا في الطريق، فننتظر شوية. أروح إلى H3، سهلة جدا، الحرارة معروفة 1400، أقرأ الإنثالبي من الجداول، وأقرأ أيضا البيريلاتيف 3 هنا، لأني أحتاجه لإيجاد الـ HA هنا، حيث أن البروسيس من 3 إلى A هنا عبارة عن isentropic expansion، فأطبق إيش؟ الأزنتروبيك ريليشن هذه اللي أنتم شايفينها، التي تقول بي ريلاتيف اي على بي ريلاتيف 3 حيساوي البريشر هنا بي اي اللي هو ب 300 على البريشر هنا اللي هو ب 1000. طبق الفورمولا هذه، ضع 450 هنا وهذه الضغوط، يطلع لك أن البي ريلاتيف اي هنا ب 135. تذا مباشرة إلى الجداول، والله يعينك تسوي انتربوليشن وتقرأ اتش اي ب 1095 كيلو جول بير كيلوغرام. طيب نذهب بعد كذا الى ستيت بي. ستيت بي ما قصر، لم يجعلها عند حرارة مختلفة عن حرارة رقم 3، فهي 1400، وبالتالي نفس الداتا اقرأها. ستيت بي حتكون الانثالبي نفس الانثالبي ات ستيت 3، ولكن ايضا اقرا البي ريلاتيف بي، لان عندي برضو ايزنتروبيك اكسبانشن من بي الى 4، فاحتاج البي ريلاتيف بي هنا حتى اجيب البي ريلاتيف ات 4. اطبق الايزنتروبيك ريليشن هذه التي امامكم، ملاحظا انه بي 4 هنا على بي انترميديت، اوكي، على البريشر هنا حيساوي ايش؟ 100 على 300. 100 على 300، لو سويت حسبتك يطلع لك ان البي ريلاتيف 4 هنا بكم؟ ب 150.17. تستطيع تسوي انتربوليشن في الجداول وتحصل على اتش 4 هنا اللي هي 1127. طيب ايش اسوي الان؟ اروح اكتبها هنا، خلاص تصبح الاتش اكس هنا ب 1127.6. انا الان خلاص اوجدت جميع شو اسمه الانثالبس، معناته المساله انتهت يعني في مجملها. كل ما علي الان اني اعوض القيم التي حسبتها في الفورمولا هذه، سأجد أن الإفشنسي ارتفعت فأصبحت 65.4، تمام؟ يعني كانت في الريجنريشن المثال السابق كم؟ 56%، أصبحت كم؟ 65.4. أتمنى يعني أن الصورة يعني واضحة أمامكم، وأشوفكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.